من هم أهل الذكر؟ فأهل الذكر هم أهل القرآن، وأهل القرآن ليسوا هم الذين يقرؤون القرآن ويحسنون تقويمه وقراءته جيدا ثم لا يكادون يفقهون منه شيئا ولو قليلا، هؤلاء ليسوا هم أهل القرآن. أهل القرآن الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خاص، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم الذين يفهمون القرآن ويفسرونه على ما كان عليه زمن نزوله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أي على ما كان عليه سلفنا الصالح. هؤلاء هم أهل الذكر الذين يجب على عامة المسلمين أن يسألوهم.